نفسي عايزاكي. في حاجه طيب؟ لا مفيش حاجه. هنا هنا هنا. ايوه الله. صباح الفل على احلى ناس واحلى ناس على المجره كلها. بصوا النهارده كده وركزوا معايا في اللي انا هقوله. اتعودتوا مني في كام فيديو اللي فات دول حبه مقلب مش عارف مين، حبه هديه. النهارده اجمل واسعد لحظه في حياتي، عيد ميلاد اسراء. فقلت اسبق كده واعمل لها حاجه مع الاتفاق مع اداره الفندق هنا ان احنا نعمل لاسراء مفاجاه وهديه كبيره قوي. طبعا كلكم متحمسين تشوفوا المفاجاه والهديه اللي انا هعملها لاسراء. مش هقول لكم، كمل الفيديو للاخر عشان تشوف احنا كلنا بماما بدعاء بداليا كله مجهزين النهارده الاسراء. بس في البدايه كده لو ما اشتركتش في القناه وعملت الجرس دلوقتي وعملت لايك كده بودانك ومناخيرك قسما بالله هتخانق. بصوا مش هنزل الفيديو. يلا بينا نخش دلوقتي حالا نسلم عليهم كلهم ونصبح عليهم ومش هنقول لاسراء اي حاجه. تعالوا معايا ورا بسرعه. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا دودو؟ عامله ايه؟ ازيك يا كابوريا؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. جاهزين النهارده رحله البول؟ جاهزين. النهارده يا جماعه بصوا هنزلهم بول مش عادي. بول النهارده مش طبيعي. بول النهارده عالمي. يا جماعه يعني عايز اقول لكم ان اسراء بطيخه وانا بطيخه. احنا جبنا البطيخه وقطبناها مستنيين يعني لازم اي حاجه نقسمها لحد ما خلاص وحياه ربنا. النهارده يا جماعه يوم حلو. تعالوا نستمتع النهارده بالبول ونلعب شويه هناك ونهرج ونعمل كده ونغرق ماما ان شاء الله دلوقتي حالا في البول. لا ما اعرفش نعوم. لا الا انا. هم ما بيعرفوش يعوموا انما العبد لله اللي عمته بظهري اسراء عمفيد وشها وفريده طالعه لباباها. انا طبعا ناقصنا حمودي وناقصنا امير. تعالوا على حمودي بيبلبط من الصبح يا جماعه. يلا بينا بالله عليك. اكرامي هجرس. اكرامي هجرس. اكرامي هجرس. عارفين بقى بص دلوقتي اكرامي هجرس امبارح كنا بنتخانق على كلمه ايه؟ لا قول لهم على كلمه هجرس. هو اسمه اكرامي محمد ما اسمهوش اكرامي هجرس. مين هجرس؟ هاتولي ممثل. طبعا ابويا طبعا ابويا اكرم محمد طبعا. بس الفكره في حاجه هاتولي ممثل في الدنيا ملوش اسم شهره. انا اسمي عيلتي هجرس. نيك نيم. نيك نيم. في فرق بين النيك نيم كاسم مستعار وفي فرق بين الشهره بتاعتي اللي هي الحقيقيه. بصوا يعني مش هرد عليهم هم ايه. لا هو اسمه اكرامي محمد ما اسمهوش اكرامي هجرس. غزو غزا غزا. يعني ايه هجرس بس؟ قلت لها امبارح ايه؟ قلت لها امبارح ايه؟ قلت لها هجرسه. قلت لها امبارح اعملي سيرش عن اسمه انت تعرفي. سيرش على جوجل. امير برضه يقول لي اسمي امير هجرس. قول له اسمه امير محمد. باشا اسم عيلتنا هجرس. هجرس عيلتنا هجرس. احنا قلنا لها هجرس. خلاص احنا قدام الكاميرا. سلام وطعم. سلام. ديلو في مودي. لا استاذ محمد استاذ محمد مش هينفع. ماما ما بقيتوش ليه طيب؟ فين ده؟ امير هو اسمه على الاجانب. امير معانا. فين؟ هلو انت طبعا سيدنا قاعد بتتكلم على الاجانب وانا اقول مختفي فين من الصبح؟ اسراء لابسين المايو بتاعه. ايه ميدو؟ ميدو كان واقف بيتكلم الاجنبيه دلوقتي. خدت بالي بيتعكس. ميدو كان واقف بيتكلم الاجنبيه. هو بيعكسها. وانا اقول انت مش موجود ليه من الصبح؟ ماشي يا ميدو. طالع لباباه. لا بس دلوقتي محمد ايه لبس ايه؟ ايه المايو؟ لبس المايو بتاعه. يلا ميدو. 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 يلا يلا. ممكن تقول كلمه للناس بعد اول سنه ليك ان شاء الله كده يعني في البول وكده؟ بجد؟ لا حقيقي تحفه. نايس بابي. مش كده انا بنزله البول وبعد شويه بيرجع يعيط بقى عشان ما يطلعش. يلا تعالوا. احنا حاليا طلعنا من الميه غيرنا وظبطنا حنا واسراء غيرت وماما طلعتها راحت تاكل وحاليا جاهزين ليه يا ماما؟ مفاجاه جميله. تقول ايه النهارده لاسراء بقى؟ كرسون طيبه يا حبيبتي عقبال 100 سنه. الفكره ان اسراء فاكره ان احنا اصلا ناسيينها وفاكره ان حمودي ناسيها وده اول عيد ميلاد لمودي مع مين؟ مع مامته. مع اسراء. بس تعالوا اوريكم الهبل اللي عندي هنا مستخبيين فين؟ احنا متفقين كلمه السر ايه؟ جزر. كلمه السر ايه؟ جزر. تعالوا بصوا انت فين يا جزر؟ استنى هنا فين؟ مستخبي هنا؟ تعالى اوريكم بس هنا عندي شويه بعتيه. السلام عليكم ازيك يا امير؟ كلمة سر كلمة سر ايه؟ جزر جزر اقفل. هنا في مين؟ بصوا توت عنخ اقدوس. انت متخلفة عقليا. مستخبي صوتي 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 كدوشة. تعالى بقى اوريكم ايه اعقل العقلين كلكم عارفينها اكيد هي مين؟ بصوا بصوا مستخبيه فين؟ هنا استخبي يا عبيط. استخبي استخبي. دلوقتي يا ماما هتروح تجيبي اسراء. هروح اجيب اسراء وهتخشي بس لبسيها طرحه على عينيها. ماشي حلو. هديها لك دلوقتي. هي فين الطرحه؟ استنوا عايزين اي طرحه. خدي دي اهي. لا لا خدي دي افضل اهي. هتلبسيها على عينيها هتقولي لها عشان عاملين فيكي يعني قولي لها مثلا ايه عاملين فيكي مقلب. حلو لازم تخبي عينيك او تحدي. ماشي وهاتيها وخشي لنا. اول ما هتقف هنا كلنا هنتجمع حواليها او انا وهي بس. ماشي حلو
وراك سنه طيبه فتحي نيكي تلاقي المفاجاه اروح اعمل لها ايه هكمل الباقي يلا بينا داليا اخرجوا هاتوا تعالوا اخرجوا روح انت روح معايا يلا هناك روح يا ماما واحدة واحدة عشان ما بيعرفش يوقفها اكرم لا اكرم والله ما في حاجة والله لازم اكرم لا هرميكي في مية ولا هعمل فيكي حاجة انا عارف يا خايفة من ايه خايفة الماء في البول حلو انا طيب تعالي بس كده تعالي هنا كده والله ما في حاجة يا بنتي مفيش حاجة والله اقفي اقفي تلمسي اي حاجة لا والله مش هلمس حاجة اقفي هنا كده طب استنى كده اقفي بس استنى بالله عليك طب احلف ان انت والله العظيم ما هعمل فيكي حاجة غلط قلت بالله ماشي زي ما انت والله العظيم فكوا شوية كده والله مش شايف والله والله العظيم مش بس خلاص عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ ايه؟ بص فتح عينيكي فتح اصبري طب استنى عشان انا خايفه منك والله العظيم في حاجه الله كل سنه طيبه يا سوسو كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيبه ربنا يخليك انا عايز اسالك سؤال بس هو للدرجه دي انت فتحتي بالفوطه دي كده بس؟ ايوه انا عايز اقول حاجه بس قربي كده عشان ضايق اسف انا قلت للامير والدعاء والفريده تعالوا احضروا معانا احتفال عاملينه الاسراء قال لي لا ايه احنا عايزين نخرج كلمه السر ايه ايه كلمه السر ايه كلمه السر ايه اسعد الاعياد فهي منفصل ايه طبعا هي فرحت بالفوطه ايوه والله فرحت طب ممكن تحط ايدي كده كده معلش قدام لسه اللي جوه الفوطه ايوه هنا 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 ايوه الله كل سنه وانت طيب حلو قوي ومن قلبي قريب والسنه واللي جاي وياي كل واحد دلوقتي هيقول لي اسراء كلمه بمناسبه عيد ميلادها عشان بس تبقوا عارفين احنا حابين نعمل احتفال هنا في الشرم وفي احتفال لسه في القاهره هناك دعاء هتقول لي اسراء كلمه في ميلادها كل سنه طيبه اسراء عقبال مليون سنه يا رب العمر كله ليكي ماما تقول كلمه كل سنه طيبه اسراء عقبال 100 سنه خليكي ليا يا رب امين يقول كلمه هابي بيرثدي يا اسراء وكل سنه وانت طيبه يا رب بالعربي والانجليش يعني عشان الناس تبقى فاهمه انا بقى عايز اقول لاسراء كل سنه طيبه وعقبال مليون سنه حبيبه قلبي تبقى دايما كده يا رب يعني يا رب كتير وبعد اذنك يا اسراء خف عليها مصاريف لان انا خلاص انا على اخري وجايب ايه هنا هي مني حلو الكلام كل سنه طيبه يا قلبي كل الناس بقى اللي بتسالنا اكرامي هو انت موجودين فين احنا موجودين في كونكورد السلام الامان وعايز اقول لكل الناس اللي عايز تطلع 3 4 ايام 3 ليالي بسعر رخيص جدا ويتعمل معاها خصم كمان كبير جدا لاكرامي في رقم تليفون تحت في الديسكريبشن ده رقم الشركه خشوا كلموه استاذ شريف الخولي وقولوا عايزين نطلع كونكورد السلام الامامي زي ما اكرامي طلع هتاخدوا كبير خصم قوي كبير هتاخدوا خصم كبير جدا عشاني وخشوا كلموهم بس مالكوش دعوه كلموا الشركه واحجزوا معاهم وعشان تبقوا فاهمين الموضوع لا يتعدى 3000 جنيه يعني لا يتعدى 3000 جنيه فطار غدا عشاء سناك سناك طول اليوم بصوا يا جماعه يعني مش هقول لكم اكتر من كده سلام وكل سنه طيبه يا قلبي خليك ليا وعايزين نقول للناس يا رب انكم انبسطتوا النهارده من الفيديو ده وهنتجمع كلنا معلش هنا كده تعالى ماما كده تعالى يا ابني تعالى ده بتاع عجبني قوي انا قاعد تحفه ايوه زي ما انت ماما كده امير هنقول ايه قبل ما نقفل النهارده هنقول للناس هتوحشونا جدا ووصلنا الفيديو ده 50000 لايك